وميمة عياري في تعويض لرفيق بشناق اللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يرجع لكم على قريب. كالعادة مانيش وحدي، لكن باش نرحب بترحيب خاص يرجع بحضنا بعد مدة طويلة من الغياب في رحلة جميلة لمصر أم الدنيا. نحكي لكم على نقيب الفنانين مقداد السيدي. يا معلم يا معلم يا بيه، صباح الورد يا صباح الورد يا خويا، يا صباح النور يا صباح الخيرات. وحشتكم ياسر 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 والله. حصحنا كانت غريبة عجيبة وغريبة، حاجة كبيرة ياسر في مصر. نحب المناسبة نشكر سعادة السفير سي محمد بن يوسف سفير معناتها تونس في مصر، اللي حقيقة محب وعاشق للفنانين وللفن وواقف ياسر معانا وكل شيء. ولا يفوتني كونه البارح عرضوني جماعة توانسة عايشين في بروكسل، نقول نبيل مزاري وخوه سليم مزاري كل شيء، اللي سلموا على رفيق وقولوا له يرحم الوالد وربي يبرد ثراه، ورانا نحبوك برشا يا رفيق ونحبوا الرفماك، رانا مرضى بالرفماك في بروكسل، نقوموا نحكوا عينينا دي راكت ديوانا فام والرفماك، ويحيوكم فردا فردا. حكينا على البذخ في مصر لازم تراه يا ميمة، المرسيدس مصر حاجه من وراء العقل، بلاد طايره، دي زوتوروت، تقناطر، كيستي الدور تلقى أربعة. أهلا يا بي وكذا يا باشا يا باشا، والسواء دايما جنبي، ويعني أنا أقول لكم إيه يعني أقول لكم يعني أستاذ محمود يعني يا غيبتك والله والله يا غيبتك أيوة يعني أنت عارف يعني والحاجات دي والكونفور يعني. قديش قعدت في مصر باش روحت هكا تحكي باللهجة المصرية؟ قديش لا بلادي عمري ما ننساها، رغم اللي كالعادة هبطنا حاتم مونتفرونتي غيبتك على الفازة ذيك، هبطنا في المطار قداش من وفد عربي ودولي والناس تمام منهم إماراتي عنده مسرح متاعه، المفاتح متاع المسرح متاعه في مكتوبه، معناها ناس بالكدا هابطين مطار تونس والدنيا، وهو خايف هكا وقرطاج ثلاثة نفس، وأنا هزيت راسي هكا بلادي تونس خلطنا ديريكت الباجاج يا محمود، هكا الوحدة الطبية ذيك تاع الباجاج تعمل ايوو ايوو مصدة، قلت لهم حطوا نكتة زيت يا خويا من العتبة، بسم الله الرحمن الرحيم. نورتنا ونورت تونس مقداد سيلي ليك وحشة والله، خليت بلايصتكم نور كرسي الحقيقة، أنا بيدي غايظني هكا الكرسي قاعد هكا وحدك كل يتيم هكا، أنت اليوم نورتوا اليوم بحذاك على يمينك أول مرة تقعدوا بجنب بعضكم، ربي يعديها على خير الحصة هذي. حب نحيي تحية كبيرة وصبح عليه الكابيتان الحاج منصور بن سعيد. هاي حشحوش، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله نهاركم مبارك. اكل ايو ايو هذيك باش تقول لك هاي لهنا الباجاج نتاعك، واحده اثنين. نحب نرحب بيك خويا مقداد في الميكرو حاج خاص جدا، قول لي كانوا مسكر لا لا نسمعوا فيك، وخاصه نحب نشكرك على الهديه اللي جبتها للناس الكل، يرحم والديك وربي يبارك لك وربي يزيد في زادك. نحب زاده كما العاده وعدكم به هذا نرحم على خويا ناصر ربي يرحمه وينعمه ان شاء الله، ان شاء الله من اهل الجنه يا ربي يا كريم. وحبيت ناكد للكل التوانسه الكل اللي شكوا في انتصار تونس على فرنسا، نقول لهم ها هو معناتها كلامكم الكل طاح في الماء بما فيهم جماعه هم موجودين لهنا. والفيفا اكدت وان تونس انتصار تونس قائم الذات، وسيسجل التاريخ ان تونس في نهائيات كاس العالم قطر 2022 انتصرت على بطل العالم فرنسا واحد بشيء، وحب من حب وكره من كره. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، يا ربي يا كريم يا ارحم الراحمين، بقي على بلادنا الستر الى يوم الستر. امين يا ربي، ربي بقي علينا الستر وعلى تونس الكل وعلى المستمعين الكل يسمعوا فينا، المستمعين اللي توحشوا رفيق راهم ما عادش ينجموا، توحشوه نعرف ان شاء الله يا رب يرجع لكم على قريب ويرجع للبلايصه هذيا ويرجع يقود الفريق نتاعه. هو كان في مصر واستمتع بام الدنيا وبالنيل وبالاهرامات وبالكشري والطعميه والفول والطعميه، اما هي محرومه عمرها ما باش تمشي لمصر، عمرها ما باش تدور في النيل، محرومه من زياره مصر. راح احكي لكم على مدام سونيا الدهماني. صباح النور سونيا باهيه، كل الناس الكل ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. ليه عطولت عندي مقداد انا في عندك المعارف دونك مراجيه، عملت معارف صحيحه وكتبت صحيح دونك مراجيه كيف يمشي مقداد، وعدني باش يهزني معه باش نعملوا كروزير على النيل. مقداد ايش قولك في البرنامج؟ سبع الاجواء لاباس الحمد لله، حلقة البارح رونديفو ناف ناجحه، رونديفو ناف كيف ما العاده ناجحه الحقيقه، فما برشا 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 اكتواليتي دونك كي يبدا فما
وقت قصير. تعرف اللي احنا تويكا ولينا نعملوا ساعه برك اكتواليتي في رانديفو 9 وساعه ثانيه انتخابات المترشحين اللي يجيو باش يقدموا البرامج نتاعهم. دونك خفيفه نظيفه بالنسبه لنا احنا من 6 ل 7. باش نحكيو على المترشحين قدروا عكس دي هوني بالحق غادي نطلب فيهم مقداد. انا بريسك نهار بعد نهار كي تشوف كيفاش يرحبوا بالفنان وكيفاش يفرحوا بالفنان. مقداد افهم انت بعد كارير قد يغلطوني في روح اللي هي نورمال مو عادي كي تدخل مهرجان عندك وتيلك وعندك كرهبتك وعندك امورك الكل. وانتو نداء السيد الرئيس بربي يا سيد الرئيس تعاود تهبط لنا لافينو وتسكر لنا لافينو. البارح والله برشا عباد طلبتني عندها قضيه في السونتر فيل نجمو يا والله مش وقتي انا عندي سروال مازلت قاعد تفطم معناتها عندي ما نجمتش ناب من بيتي عنده بانكا وكذا. ان توكا ان شاء الله نعديو ساعتين ونص ممتازين وكما نقول الحاج محلاها الدعوه ربي يبقي الستر على تونس. امين يا ربي. باش نحكيو بعد شويه بالطبيعه على زياره الرئيس الجمهوريه يعمل الحليب ولا مصنع الحليب ولا باش نحكيو زاد على زيارته الاسواق العتيقه كيف المدينه العتيقه وزاره املاك الدوله مع هو زاد باش يشارك معنا في التعليق الانيق البوغوز صاحب الابتسامه العريضه والجميله. نحكي لكم على محمود البارودي. الحقيقة يظهر لي رئيس الجمهورية غلط في البلاصة مزروبين على التعليق ما حبيت ما وصبحوا على العباد بونجور بونجور كي رفيق حس روحي يخرج مني الداخلة لا غلط. هو ماشي في باله حمدي المدب يحتكر في الحليب. ليه حمدي المدب راهو ما يحتكرش الحليب محتكر بطولات تونس. برا مشي البارك تلقاهم البطولات الكل وهذاك الاحتكار اللي عنده حاجه باهي باهي سينو الحليب ما يحتكرش الحليب باهي يا محمود باهي عصبي قداش كيف البطولات قداش الستيكة الستيكة ما ماشي ستيكة اخوك كافيتيريا مرهون ديريكتومون من المعمل باش يعملوا له ميزيل صحيح نحتكروا بطولاتك اهو الباقي الكل راهو ما نحتكروش. حبيت نقول لكم صباح الفل صباح الورد صباح الفل والياسمين. رانا تعبنا البارح برشا باش تبعوا سيد الرئيس من البلاصه لبلاصه يمشي يعطيه القوه تبارك الله عليه يعطيه القوه ان شاء الله ديما هكا مش فتره الانتخابات بركه اميمه. واضح محمود البارودي معناها مزروب على التعليق بعد شويه نعلقوا اكثر ونسمعوا اكثر راي لي رفمقر. احنا مازلنا مواصلين معاكم كالعاده. البدايه باش تكون بالمشاكس رامي رامي ريز يعطينا اكثر اللقطات اللي البارح كانوا سامباتيك في برنامج الرفماك تسويت في الزابينغ. زابينغ الرفماك حسب رايك عزيزي المستمع شنو هي حزام الامان نتاعو؟ هو الحاج مصطفى بن سعيد اللهم صل يعني به الحاج راه عنده الكلمه الطيبه الحلوه اللي يبدا بها النهار والاهم من هذا الكل اللي هو يعرف لشكون يقول هالكلمه الطيبه اللهم صل يعني به عليه. ان شاء الله ماشي البقعه باهي يجيب لنا شويه فلوس يجيب لنا يلقى لنا الامور وربي يفضلوا لنا وربي يبقى على بلادنا الستر اللي هم الستر يفضلوا لنا وما شب ايش في رئيس تو شد الرحال برا خاطر اثنيه مسكره الحاج وراه بالسينوج يرش في الكياش معناتها هذا اخذ الاخبار اي ماله يا ودي الكبده مشومه اللهم صل يعني به موهبه عنده في الحاجه ذي. قال لك في المطار الحاج يعرض عليه في دعاء السفر اي ويعاود يقول له يا سيد الرئيس وكذا ماله يا ولدي الوحيد اللي فهمه الحاج هو حاتم راهو معروفة الحكاية كلها عمل كلها زيادات تاع الطاقة ماني نحكي والحاج حاجة حاجة بس تعرف لا هذه الكونكليزون اللي نخرجوا بها الحاج حاجة اي ملاوينك وحاتم بالحاج بالحاجة اسمعني اختار من هذه الكل محمود البارودي قالك على اعصابه شوية الايامات الاخرة ما نعرفش علاش فشل معناتها اللي صار له ما تعرفت استنى في صاحبه خيبة امل خيبة امل استنى في صاحبه باش يتكتلوا في وديع يا اخي صاحبه شبد به معناتها في عركة هي يا اخي صاحبه جاي بعد كاس العالم رايد يحب في وديع مشجع في المنتخب بعد ربي عامله قبل ومن بعد تعارك يقعد وحدك جيت وزوز خيبات امل الاولى ماشي في بالو وديع جري مش باش يروح روح يروح والثانيه كمان مع صاحبه صاحبه جبد به الزربي يقول محمود البارودي اي والايامات هذيا يستغل فيهم في بالو هو باش يقضي قضيته كذا ويريق الامور ويا اخي يلقى روحه وحده راس وراس الجول مش كيما الحاج الحاج عرف يستغلهم النهارين هذوما اللهم صل على النبي عليه والله يضحكوني يقولوا لي فرنسا لعبت ناقصه راهم لعبوا 11 الملعب وهبطونا بعداش التي جي في نتاعهم شي ما عمل بعد التحليل هذا موسم كامل خلص يا حاج ربي عليك عليك يا اميمه سالك نهارين بروفيت يا حاج نهارين ثلاثة ايام ماكس ايوه يا حاج عندك ثلاثة اربع تحاليل من هنا لاخر العام كملهم نهارين هذوما سقد روحك منع روحك يا بابا عندك نهارين كلوتلة اولين اعمل اللي تحب حلل وكذا وجاوب في الكويز واعملهم الكل صح عليك يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ.
زابينغ. وابو رامي يعطيك الصحة. إذا كان الزابينغ رامي يرجع لكم الساعة الثانية في الرادار. وقيت توا نمشي ونبدلوا الجو ونسمع شوية موزيكا مع نانسي عجرم، وراجعين من بعد في البوكس نيوز.